جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. حكيت معه؟ أحسير شو؟ قال لي إنه بده يقابلني. متأكدة ناتاشا؟ لك شبك سمير؟ شو أنا ما عاد أعرف ميز صوته لريكي؟ إمتى الموعد؟ وين؟ أعطيني العنوان. إيه بيكونوف. ماشي محل رقم 8. منيح يلا. ماشي. غبي ومغفل كمان. كيفك يا روحي؟ عمتي يلا بدي روح على البيت واكل بيتزا. ايه وين راح المستأجر؟ ما راح تهرب مني ريكي. انا متأكد كتير اني اليوم راح لاقيك. امشي بسرعة. عمتي شو وين راح ريشي؟ ما بعرف بس هي عادته دائما بيطلع فجأة وبيرجع بيختفي فجأة. هات ماما انا جبت لك خضرة. حبيبتي شو هالخبر الحلو اللي جايبتي لي؟ انا رح صير اب من جديد. من زمان كنت متمني يصير عندي ولد تاني. رح صير اب من جديد وانتي ام من جديد. هاي اب لولدين حبيبتي وانتي ام لولدين. انا كتير مبسوط حبيبتي كتير. لك شبك منا شو عم تعمل؟ شو جنيت انت؟ ليش هيك عم تحركها؟ ايه ماما هي جابت لي خبر بيستاهل. اطلع على السطح ونادي كمان. مجنون. ايه مرتي ليش ما عم تضحكي؟ لك اضحكي شوي بقى. انا رح اتغير. انا عرفان انت هلا عم تفكري بمخي كيف بدنا نربي هالولدين. بس لا تفكري بشي انا اللي بدي افكر. رح اتغير. لا تضحكي. لازم تبلش بالشغل من اليوم. شو؟ تفضل هاي هدول التحاليل تبع مرتك امسكن. وهي كمان رشتة تبع الدواء خدها. روح وجيب الدواء وارجع بسرعة. يا الله تعرف شو ابني؟ انديرة صايرة كتير قاسية وبلا قلب كمان. لا ماما لا. لا تقولي هيك. ايه خدي انديرة شربي مي. اختي معها حق ماما. كيف معها حق منا؟ هي اللي فوتتك على السجن وهلأ فوق كل هاد انت واقف معها.